بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب باسمكم بصاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي، الرجل الذي أحببتموه ووجدتم فيه داعية صدق وعالما مخلصا. مرحبا بفضيلة الأستاذ، وأهلا وسهلا. في ذكر الإسراء والمعراج نتلو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ونسأل الأستاذ الشيخ شعراوي عن عدد من الأسئلة تقف في أذهان الناس حائلا بينهم وبين عظمة هذه المعجزة وأثرها في نفوسهم. فمثلا يطرأ هذا السؤال: لماذا فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج، وفرضها 50 صلاة، ثم بعد ذلك جعلها 5؟ وهل ينسخ الأمر قبل إنفاذه؟ ثم ولم اختار المسجد الأقصى بالذات مصرا معراجا أو مكانا لمعراج نبيه، وكان الله قادرا أن يعرج بنبيه من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ ثم هذه المرائي التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج من ثواب أهل الطاعات ومن عذاب أهل المعاصي، رأى مانع الزكاة وكيف يعذبون، وآكلي أموال يتامى كيف يعذبون، والزنا كيف تشتعل وجوههم نارا، فهل كانت هذه التكاليف حاصلة؟ ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في العهد المكي قبل أن تفرض الفرائض وتبين هذه الحدود. فهل للأستاذ أن يجيبنا عن هذه الأسئلة إذا تكرمتم؟ بسم الله، أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضت دعوته لأحداث خطيرة، وأحداث القمم في الدعوة الإسلامية تبتدئ ببعثته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الحدث الثاني الخطير وهو الإسراء والمعراج، ثم يأتي الحدث الثالث وهو حدث الهجرة. أما بعثته صلى الله عليه وسلم فقد جاء رسول الله على فترة من الرسل، وشاء الحق سبحانه وتعالى أن تكون مكة هي محل الجهر الأول بالدعوة، لأن مكة كان فيها صناديد العرب وساداتهم، وفيها القوم المهيبون من كل أنحاء الجزيرة لمكانهم من البيت، ولذلك كانت تجارتهم آمنة. لماذا كانت آمنة في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف؟ آمنة لأن أي قبيلة من القبائل لا يمكن أن تتعرض لعير قريش أبدا، لأن هذه القبائل ستضطر إلى أن تذهب إليها في عقر دارها في مكة. إذن فالبيت جعل لهم المهابة، وأمن تجارتهم جعل لهم السيادة، فلا بد أن يكون الجهر بالدعوة في أذن هذه السيادة. لم يختر الله مكانا بعيدا عن السيادة ليجهر رسول الله بدعوته، بل لا بد أن تكون دعوة الإسلام في أذن هؤلاء السادة الذين تتهيبهم الجزيرة كلها، حتى يعلم أن منهج الله إنما جاء لا ليجامل جاها ولا ليجامل سادة، ولكن ليوجه هؤلاء جميعا إلى منهج الله. وكانت البعثة في مراحل. أول مطلوب لبعثته صلى الله عليه وسلم أن يقتنع هو بأنه رسول، ولذلك هو يقول كما نقول نحن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلا بد أن يؤمن أيضا بأنه رسول، وأيضا يأتي إلى عشيرته الأقربين
ثم تتسع الدائرة فتكون كافة للناس عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بدعوته في هذا الجو، ذلك لا يروق لسادة قريش لأنه سيدك جاههم. ويجب أن نعلم أن سادة قريش فهموا فكرة لا إله إلا الله، لأنهم لو لم يفهموها لقالوها، ولكنهم فهموا أن هذه الكلمة تجعل السيادة في كل أمر لله، وأنهم سيصبحون سواء مع الناس. فهمهم لهذه هو الذي جعلهم يقفون منها هذا الموقف. ولو كانوا يعتبرونها كلمة تقال في اللسان ولا مدلول لها في الحياة ولا سلوك، ما أمكن أن يكذبوها، وكانوا وافقوه على ذلك. إذن فمعرفتهم لمدلولها ولمطلوبها، وأنه سينزل بهم عن قمم السيادة، ويصبح الأمر كله لله، والذي جعلهم يكفرون بهذه الكلمة ولا يؤمنون بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في جو كهذا الجو كان محوطا بلونين من الحياطة. اللون الأول حياطة في البيت له سكن كريم يأوي إليه في خديجة رضي الله عنها، تمسح عنه بالحنان وبالعطف وبالرحمة وبالرقة وبالمواساة وبالمال، تمسح بيد الحنان كل متاعبه وكل آلامه. وهذا هو شأن المرأة في البيت، سكن للرجل يأوي إليها من حركة الحياة وصخب الحركة والتعب، فحين يذهب إليها يجد الراحة والأمن والطمأنينة، وبعد ذلك يخرج إلى الحياة ليستقبل كفاحا وليستقبل نضالا. وأيضا يريد أمرا في الخارج يحميه من أذى قريش، لأنه لم يكن الله قد أنزل عليه أنه سيحميه، ولأن أصحابه ضعاف لا يقدرون على حماية أنفسهم فضلا عن حمايته، فكان ولا بد أن يوجد حام. هذا الحامي تكون له مهابة عند الكافرين، بحيث يحترمون هذه المهابة ولا يجترئون على من حماه. هذا كان في أبي طالب، وكأن أبا طالب قد ظل كافرا حتى لا تقطع العلاقة بين الكفار وبين أبي طالب، فإنهم كانوا يخافون إن آذوا محمدا الذي يحميه أبو طالب ربما عاندهم أبو طالب وأعلم إسلامه، ولماذا لا يستبقونه على ذلك؟ إذن فكفر أبي طالب وكونه ظل على دين القوم كان من ضمن الجنود التي أعانت دعوة الله ودعوة الإسلام. أبو طالب مات، فانهدم الركن الحامي في الخارج، وخديجة رضي الله عنها توفيت، فانهدم الركن السكني الثاني في البيت في عام واحد. لذلك سمي عام الحزن. وكيف لا يكون حزنا لإنسان فقد سكنه الداخلي وفقد حاميه الخارجي؟ أمر طبيعي، ولكن ذلك الأمر لم ييئس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عشق الدعوة إلى الله وأحب منهج الله. فماذا يصنع ذلك الرسول؟ ذهب ليلتمس منطلقا للدعوة، ذهب إلى الطائف لعله يجد نصيرا ولعله يجد معينا، ولكنه لم يجد المعين ولم يجد النصير. ولو أن القوم اكتفوا بأنهم امتنعوا عن نصرته وكفوا حتى عن إيذائه وعن تسليط السفهاء لآن ذلك الأمر. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطلقه إلى الطائف المتاعب والأذى، وكان يحب أن يرتد بالنصير فارتد بالمهين. إذن فاليأس قد استحكم، والحياة قد ضيقت خناقها على رسول الله، والأسباب البشرية عزت على رسول الله. ماذا يكون الموقف حين تعز على الإنسان أسباب البشر التي خلقها الله له وطلب منه أن يقوم بها؟ حين تعز عليه الأسباب وتمتنع، فليس له ملجأ إلا أن يلجأ إلى مسبب الأسباب، أن يلجأ إلى الله. إذن فاللجوء إلى الله وهو مسبب الأسباب إنما يكون بعد استنفاذ الإنسان للأسباب، لأن الأسباب إنما هي عطاء الله، يده الممتدة بالخير إلى خلقه. فكون الإنسان يترك يد الله ممدودة بأسبابه ثم يطلب من ذات الله أن تعينه، ذلك ليس بأمر منطقي. فرسول الله استنفذ كل سبب، فلما ضاقت الأسباب أصبح مضطرا. والحق يعلمنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومعنى المضطر الذي عزت عليه الأسباب ولم يعد في مكنته أن يصنع شيئا، فهو يلجأ إلى ربه وإلى معينه. هكذا فعل رسول الله، ووقف موقفه الضارع حين قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس،
يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء عبد ضارع إلى ربه يؤمن تمام الإيمان بأن نصرته الآن عنده، وكذلك كان الأمر. ذلك الجو النفسي الذي استوجب من رسول الله أن يضرع إلى ربه هذه الضرعة، كان الجواب من السماء أن يعزي الله رسوله وحبيبه ومصطفى عن جفوة الأرض بحفاوة السماء، وعن وحشة أهل الأرض بإيناس أهل السماء. فجاء حدث الإسراء والمعراج قوة وشحنة وطاقة جديدة ليقبل رسول الله على منهج الدعوة، واثقا بأن وصله دائما من السماء، وأنه لا يهمه أن تجفو الأرض أو أن تقسو الأرض، لأن رحاب السماء وملكوت الله هو محل التكريم لذلك الرسول. فكان حدث الإسراء والمعراج في ذلك الجو الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن. حين نتحدث عن حادث الإسراء، نجد أن الحق كما قال أخي الدكتور إبراهيم استهل الحديث عنه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. استهلال بسبحان وختام بالسميع البصير، فكأن كلمة السميع البصير التي جاءت في الآخر هي في تقديم الأمور كانت السبب الأول. لماذا أسرى الله بعبده؟ لأنه سميع بصير. سميع لماذا وبصير لماذا؟ سميع لما لاقاه رسول الله من أذى النبي بالقول، وبصير لما رآه من أذاه بالفعل، وعالم بما يجتازه محمد من قلق نفسي. كل ذلك السمع والبصر ومتعلقاتها جعلت الحق سبحانه وتعالى يختار له التكريم بهذه الرحلة ليريه من آياته، وليريه من آياته أين المسجد الأقصى، وفي الرحلة من إليه من المسجد الحرام. إذن فكأن الآية حين استهلت سبحان وختمت بالسميع البصير تجدها رد صدر على عجز. سمع الله وأبصر ما يعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يريه من آياته، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإذا كان ذلك أمر عجيب على ذهنك، وكيف أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، فتذكر كلمة سبحان. إذن فسبحان هي مفتاح القضية أولا، وسبحان معناها التنزيه، تنزيه لله في ذاته فليست ذاته كالذوات، تنزيه لله في صفاته فليست صفاته كالصفات، تنزيه لله في أفعاله فليس فعله ككل الأفعال. إذن فوجب أن نأخذ الفعل أو الحدث الذي يأتي بعد سبحان بقانون سبحان لا بقانون المخلوق لسبحان. فإذا كان الحدث غريبا عجيبا في منطقة ماديات الأمور وفي منطقة المسافات وفي منطقة الزمن، فلا تجعل فعل الله كفعل الناس، لأنه سبحان فعله غير فعلكم، وقانونه غير قانونكم، والمسافة والزمن يتحكم في أفعالكم وفي النقلة من مكان إلى مكان. أما عند الله فلا مسافة ولا زمن، وإنما كل ذلك يتأتى بكن. فحين يبتدئ المؤمن بقول الحق سبحان، يجب أن يستحضر ذلك التنزيه في الأفعال التي ترد بعد سبحان من هذا الحدث، فلا يقيسها بمقاييس البشر ولا بمنطق العباد. سبحان الذي أسرى بعبده
وهنا يجب أن نبحث بحثا آخر، وهو الفعل والفاعل. كل فعل من الأفعال يجب أن يقاس بطاقة فاعله، لا يؤخذ الفعل من فاعل ليقاس بطاقة فاعل آخر، وإلا كانت إحالة في الفعل. فمثلا يقال خطب فلان، فيبقى خطب فلان نأخذ الخطبة بمقاييسه هو في الجودة، ونقول حمل فلان للأثقال نأخذها بمنطقه في حمل الأثقال، فإن كان بطلا من أبطال حمل الأثقال أخذناها بقوانينه. إذن فكل فعل يجب أن يؤخذ بقانون فاعله، فإن أخذت الفعل من فاعل ثم حكمت فيه قانون غير الفاعل تكون قد أحلت، وتكون قد أفسدت على العقل منهجه في الإقناع وفي الاقتناع. هل قال رسول الله أنني سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ لم يقل ذلك. هل قال الله سبحان الذي سرى عبده من مكة إلى بيت المقدس؟ قال الله سبحان الذي أسرى بعبده. إذن فالفعل وهو أسرى، الحدث وهو أسرى، ليس منسوبا إلى محمد، وإنما هو منسوب إلى رب محمد. وما دام الحدث منسوبا إلى رب محمد فلا يجب أن تدخل محمدا صلى الله عليه وسلم في نقاش المسألة لتقول كيف ذهبت من مكة إلى بيت المقدس وعركت إلى السماء في ليلة. لم يقل محمد أني سريت، ولم يقل محمد أني عرجت، وإنما قال ما قاله الله، قال سبحان الذي أسرى بعبده، فأسرى الله. فهل الله يحكمه قانون تعجب منه حين تخرق المسافة ويخرق قانون الزمان؟ لا، لأنه سبحان أي منزه عن أن يخضع لقوانينكم، القوانين لكم أنتم. إذن موقف محمد صلى الله عليه وسلم لا صلة له بالحدث مطلقا. فأنتم تظلمون محمد حينما تناقشونه في المسألة، تقول كيف سريت؟ لم يقل أنا سريت، إنما أسري بي. إذن محمد مصاحب، محمد بقانونه البشري لم يصنع شيئا، محمد بقانونه البشري محمول قانونه البشري على قانون خالقه. فإن أردت أن تبحث المسألة فلا تبحثها من جهة محمد، وإنما ابحثها من جهة الله، أيقدر على ذلك أو لا يقدر. صعد النقاش ودع محمدا في حاله، محمد مصاحب، سبحان الذي أسرى بعبده. أنا مثلا حينما أقول أنا صعدت بابني الرضيع جبل هملايا، أيقول عاقل لي كيف صعد ابنك الرضيع جبل هملايا؟ أنا لم أقل له صعد ابن الرضيع جبل هملايا، وإنما قلت أنا صعدت بابني، فقانوني هو الحكم وليس قانون ابني. كذلك قال الله أسرى بعبده، إذن فالقانون يجب أن يكون لله، ومحمد لا صلة له بالحدث مطلقة. ولذلك الذين تشككوا فيه ما كان لهم حق في أن يتشككوا، إلا أنهم يتلمسون الاعتراض، ويتلمسون وسيلة للجحد، ويتلمسون وسيلة للإنكار. ولو أنهم استقبلوا قرآن الله وكلام الله باستقبال الفاهم الواثق لما جاءوا لمحمد باعتراض، ولما اعترضوا عليه بشيء. إن اعترضوا فليعترضوا على الخالق، أيقدر أو لا يقدر. سبحان الذي أسرى بعبده، وبكلمة بعبده تدل على حيثية التكريم. لم يقل بمحمد، ولم يقل برسوله، ولم يقل بنبيه، لم يقل بمصطفى، وإنما جاء بكلمة بعبده. فكأن بعبده هنا لها مدخلية في حيثية ذلك التكريم. لماذا؟ كلمة عبدي وعبودية كلمة يمقتها البشر، وقد قامت الثورات على تحرير الإنسان من هذا اللفظ ومن العبودية. الناس معذورون في أن يكون هذا اللفظ لفظا مرا في لغاتهم وفي واقعهم. لماذا؟ لأن عبودية الخلق للخلق عبودية مرة، عبودية شرسة. لماذا؟ لأن العبد من الخلق للسيد من الخلق، السيد يأخذ خير عبده ويضطهده ويمتص دمه ويصنع فيه ما يصنع. ولكن العبودية لله لون آخر، لون آخر يحلو، لون آخر يشرف. لماذا؟ لأن عبودية الإنسان لخالقه تعطيه خير خالقه. إذن فالعبودية لله عبودية إعطاء، والعبودية للبشر عبودية أخذ. وما دامت عبودية إعطاء، فعلى قدر ما يكون من الإنسان في العبودية لله يكون عطاؤه لله. إذن فالعبودية لفظ تكريمي، لفظ تشريفي، تحلو
وتعذب، ويجب أن يبالغ الإنسان في أن يكون عبدا لله، لأن الله غني عن خيرنا ولا يريد منا خيرا، فلماذا تكره العبودية له؟ أتكره العبودية لمن يعطيك كل خير؟ لمن إذا أخلصت له في العبودية أعطاك بسخاء وأعطاك الخير كل الخير؟ تلك عبودية لذيذة، لو أنها كانت في البشر لأحب البشر عبودية البشر. إذن فسبحان الذي أسرى بعبده، كلمة بعبده حيثية هذا التكريم، أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام ابتدائي والمسجد الأقصى غاية. يلاحظ هنا أن كلمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كلمة أقصى زي كما يقول النحاة أو الصرفيون أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يعني يدل على الأكثرية في البعد، شيء قصي وشيء أقصى، يعني شيء بعيد وشيء أبعد. لو كانت المسألة نريد أن نفهمها فهما سطحي نقول اسمه المسجد الأقصى، لكن كلمة أقصى مرتبة تأتي بعد قصي، ومعنى ذلك إن فيه مرتبة قبل أقصى، مرتبة اللي هي قصي المسجد الحرام وشيء قصي يعني بعيد شوية من المسجد الحرام وشيء أقصى. إذن كلمة أقصى توحي بأن هنا منطقة وسط، هذه المنطقة وسط كأنها تقديم إلى المسجد الثالث الذي سيكون في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة أقصى أفادت بأنه سيوجد مسجد آخر بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى، فيكون هو المسجد القصي بالنسبة إلى المسجد الحرام، وبعد ذلك يأتي المسجد الأقصى. من المسجد الحرام من المعلوم أنه أول بيت وضع للناس، كان من المعقول جدا أن يكون معراج رسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، لأنه أول بيت وضع للناس، وما دام أول بيت وضع للناس وسيظل هو القبلة في مدخرات الإسلام، كان إيه المانع من أن يكون المعراج فيه؟ المعراج آية سماوية، ولكن الإسراء آية أرضية، وفرق بين الآية الأرضية والآية السماوية أن الآية الأرضية المعجزة فيها في اختصار الزمن وخرق ناموس المسافة، المسافات دائما بين شيئين تتناسب مع القوة القاطعة تناسبا عكسيا، فإذا أنا سرت من عمان إلى القاهرة على بعير يكون لي زمن، وإذا سرت في سيارة يكون لي زمن، وإذا سرت في طيارة عادية يكون لي زمن، وإذا سرت في طيارة نفاسة يكون لي زمن، وإذا سرت في صاروخ يكون لي زمن. إذن فالقوة القاطعة مسافة بين مكانين تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، فكلما زادت القوة قل الزمن، وكلما قلت القوة زاد الزمن. تلك نظرية نسبية. مثلا إذا جئنا في هذه النظرية نجد أن الطفل الصغير إذا جئنا وأردنا أن ينقل علبة من طرف هذه الماسة إلى هذا المكان الآخر من الطرف، الطفل بقدرته وقوته يأتي ويأخذ العلبة ويسير بخطاه الوئيدة إلى أن يذهب ويضعها في الناحية الأخرى. لكن إذا قيل لي انقل هذه من هذه فأنا أصنعها هكذا بدون زمن، إذن فالزمن تناسب مع القوة تناسبا عكسيا. فما دامت المسألة أن الزمن يتناسب تناسب عكسي، لا تنسب المسألة إلى فعل البشر، ولكن انسب القوة الناقلة إلى الله، وما دمت قد نسبت القوة الناقلة إلى الله فهي قوة القوة، وما دامت هي قوة القوة فيجب أن لا يكون هناك زمن. إذا كانت القوة الفلانية تقطعها في 5 دقائق تبقى قوة الله تقطعها في 3 دي تطلع يبقى لا زمن. ليه؟ لأن الله لا يفعل الأشياء بعلاج، إنما يفعلها بكن التي لا تحتاج زمن. لقائل أن يقول وما دامت لم تحتج زمنا فلماذا أخذت ليلة؟ نقول له فرق بين قطع المسافة وبين مراء تعرض لها الرسول. المراء التي تعرض لها الرسول رأى كذا فسلم وتكلم وقال له جبريل، إذن فالذي أخذ الزمن ليست هي النقلة، وإنما الأحداث التي تعرض لها محمد وكان لمحمد ببشريته فعل فيها، فذلك هو أخذ الزمن. أما الزمن في ذاته فإنه متناسب مع قوة الله تناسبا عكسيا، وقوة الله هي قوة القوة، إذن يطلع لا زمن. نقول له الإسراء كان لابد أن يتقدم المعراج، لماذا؟ قال لك لأن الإسراء ده عملية أرضية كل ما فيها خرق المسافة والزمن وإلى آخره، وهم يعرفون المسجد الحرام
ويعرفون المسجد الأقصى وذهبوا إليه، وهناك أناس شاهدوا وعرفوا المسافة تأخذ كم بقطع طريقتهم. فلو أن المعراج جاء من المسجد الحرام إلى السماء ما كان عند محمد صلى الله عليه وسلم علامة أمادية يقنع بها العقول المعاصرة، لأن ما حدش منهم راح سدرة المنتهى حتى يقول له صيف لسدرة المنتهى، ما حدش منهم مشي في الطريق بين السماء والأرض علشان يقول الطريق بين السماء والأرض فيه كذا وبدليل كذا. ولكن نقلته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شيء مطروق وشيء معلوم، فإن قالوا له صف بيت المقدس يعني معناه أن في ناس عرفوا وصفه فسألوه فوصف، وهم يعلمون تمام العلم أنه لم يذهب وأمر رحلته عندهم مشهور، وإلا لو كانوا يشكون في هذه لقالوا له أنت ذهبت إليه في اليوم الفلاني فأنت تعرف وصفه. ومع ذلك يأتي بالدليل من القافلة التي وهو في مرجعه رآه قافلة يقدمها كذا وحصل منها كذا، فلما جاءت القافلة أخبر بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أمر يمكن أن يقام عليه الدليل في أن رسول الله صادق في تلك النقلة، ولكن المشكلة مشكلة الزمن والمسافة. ولكن الدليل قام مشى في الطريق وراح بيت المقدس وشاف الناس، هذا كلام جميل. يبقى إذن تقدم حدث الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كآية أرضية، حتى إذا اقتنع العقل بأن رسول الله خرق له القانون من مكة إلى بيت المقدس بالأدلة، اقتنع الناس أن الناموس المسافي قد خرق لمحمد. وما دام الناس قد اقتنعوا بأن الناموس المسافي قد خرق لمحمد بما لم يستطع بما لم يوجد لبشر آخر، إذا حدثهم بعد ذلك أنه صعد إلى السماء يكون ذلك إيناس للعقل بأن الذي خرق له الناموس فيما نعلم قادر على أن يخرق له الناموس فيما لا نعلم. إذن فمسألة الإسراء إنما كانت تقدمة أرضية يمكن أن يقام عليها الدليل فيها عند القوم الذين يعاصرونها، وإذا قام الدليل عليه وثبت أنه ذهبها في ليلة يبقى اقتنعوا أن الناموس قد خرق له وأن بشريته لا عمل له. فإذا قال بعد ذلك وعرج بي إلى السماء استأنس العقل وقال الذي خرق له القانون فيما نعرفه قادر على أن يخرق له القانون فيما لا نعرفه. ولكن كان من الممكن أن يقال إذن كان من الممكن أن يسري به من مكة إلى أي مكان آخر. نقول له أي مكان آخر، المكانات المقدسة كانت إيه؟ ما هو المسجد الحرام والمسجد الأقصى. إلى أي مكان آخر إذا كانت الحكمة فقط هي أن يجعل الإسراء كإناس للإيمان بمسألة المعراج، ولكن في علة أخرى أن يكون الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دلالة موحية بأن المسجد الأقصى دخل في مقدسات الإسلام وأن رسول الله أصبح مهيمنا على كل المقدسات، وأن ذلك لن يظل إلى اليهود ولا إلى النصارى كمقدس لهم منعزل عن مقدسات الإسلام. إذن فمسراه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس أدخل بيت المقدس مقدسا من مقدسات الإسلام ومهيمنا على الديانات السائدة فيه ومهيمنا على رسالات الرسل الذين أرسلهم الله إلى هذا المكان. أما أن الحق سبحانه وتعالى فرض الصلاة في المعراج، فإن الحق سبحانه وتعالى حينما اختار رسوله كان رسوله يتقرب إليه بصلاة إبراهيم ركعتين في الصباح وركعتين في العشي، فلم تكن فرضت صلاة. ولذلك ينتهي الإشكال الذي يحاول بعض الناس أن يسيره، هذا الإشكال الذي حاول بعض الناس أن يسيره، تقول كيف صلى رسول الله إماما بالأنبياء مع أن الصلاة لم تفرض إلا ليلة المعراج؟ نقول له يا أخي هذا الكلام إذا كان رسول الله لم يصلي قبل الإسراء والمعراج، وإنما صلى صلاة إبراهيم، صلاة إبراهيم ركعتين في الصباح وركعتين في العشي، فهذه هي الصلاة التي كانت حين ذاك. وبعد ذلك نقول ولماذا فرض الله الصلاة أولا في ليلة المعراج؟ نجد أن ذلك لحكمة،
هذه الحكمة كما علمنا أن مسألة الإسراء والمعراج إنما هي تكريم لرسول الله ليدنو إلى مقام القرب قاب قوسين أو أدنى، وكان من الممكن أن يكون تكليف الصلاة ككل تكليفات بواسطة جبريل عليه السلام يهبط إلى الأرض لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة استحضار العبد لربه، حضور العبد لربه، دنو العبد من حضرة ربه، فناسب أن يكون ما تشريعها في ساعة الدنو الرسالي من محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، فكما دنا محمد من ربه وقرب من ربه في المعراج، كذلك شاء الله أن تكون فريضة الصلاة شعيرة تدني المرء من ربه وتدني العبد من ربه، فيكون الله قد حيى رسول الله بالدنو ففرض الصلاة ليدنو إليه كل المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن الله فرض 50 صلاة وبعد ذلك صارت إلى 5، وكيف يكون كما قال أخي الدكتور إبراهيم التكليف النسخ الفعلي قبل فعله؟ نقول يمنع كثير من الناس ذلك، وتقف في عقولهم هذه المسألة، ما دام الله أراد أن نصلي 5 لماذا فرضها أولا 50؟ لو أنه تركنا نصلي 50 ثم وجدنا مشقة وبعد ذلك خفف الله عنا لأدركنا الفارقة بين التخفيف 5 والتثقيل 50، كان من المعقول أن ينسخ بعد أن نترك مدة من المدد ككل الأحكام نفعل 50، فكيف نسخ قبل الفعل؟ نقول لهم الناس لا يفهمون حكمة التكليف كثيرا، يظنون أن حكمة كل تكليف هو فعله، لا، حكمة كل تكليف أمران. الأمر الأول قبول المؤمن للتكليف واقتناعه يقينا به، ثم بعد ذلك فعل المكلف به، فالإيمان بالتكليف شيء وفعل التكليف شيء. ولذلك إذا قال واحد بحل شيء مما حرم الله نقول له أنت ترد على الله التحريم، يعني لم تقبل تحريم هذا الشيء ورأيت حله؟ يقول له لا، أنا أؤمن بأن الله حرم ولكن أنا لا أقدر يعني على نفسي. نقول له إذن أنت مؤمن عاصي، لكن إذا رد الحكم على الله ولم يقبل يبقى كافر. وهذا هو الذي يجب أن يكون واضحا في الذهن عند مسألة إبليس ومسألة آدم. كثير من الناس يقول ما هذه المعاملة، إبليس عصى ربه فامتنع عن السجود، وآدم عصى ربه فأكل من الشجر، فما الفرق بين معصية ومعصية؟ لماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولماذا طرد إبليس ولعن وهذه معصية وتلك معصية؟ نقول لهم التكليف من الحق لخلقه يتطلب أمران: قبول الحكم واليقين به والانصياع وعدم رده على الله، وبعد ذلك فعل المكلف به. إبليس وقف في الأولى، أقل له أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه رد الحكم على الله، كأنه سقط ورسب في أول مراد من التكليف وهو قبول المكلف ما أمر به المكلف، فعله شيء آخر. ولكن آدم لم يرد التكليف على الله، قبله وأيقن به وآمن، ولكنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تستغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فمنطقة المعصية في إبليس غير منطقة المعصية في آدم. آدم لم يرد التكليف على المكلف حتى يكون كافرا به، وإنما اتهم نفسه بأن التكليف صح ولكنه نسي ولكن غلبته نفسه، بدليل أنه قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تأما إبليس فرد الحكم على الله. هذه مسألة الصلاة يجب أن نقبلها من هاتين الزاويتين: الله كلف محمدا صلى الله عليه وسلم 50 صلاة قبلها محمد ولم يناقشه بذاته فيها، لطيف، إذن فقد ثبت شيء من التكليف وهو اليقين من المكلف بما كلف به دون معارضة. كن موسى أشار عليه هذا أمر آخر، نظر ليطلب التخفيف، وطلب التخفيف شيء غير رد الحكم، بمعنى أن الله لو قال أمضيت فريضتي ولا يبدل القول لدي لظل رضا رسول الله بتكليف الله باقيا.
إذن فالأمر الأول من التكليف قد حقق بفرضية الصلاة 50، والذي نسخ إنما هو الفعل، وفرق بين قبول التكليف والانصياع له وبين الفعل. إذن فيكون التكليف الفعل لم ينسخ قبل الفعل، وإنما نسخ بعد ركن أهم من الفعل، وهو قبول حكم التكليف. فضيلة الأستاذ محمد متولي شعراوي، تبقى نقطة أخرى بالنسبة لمراء الرسول صلى الله عليه وسلم لثواب الطائعين قبل أن تفرض الطاعات، وعذاب العاصين قبل أن ينهوا عن هذه المعاصي. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعرض للمراء التي ذكرها حديث الإسراء والمعراج، نجد الأمر العجيب أن أول مرأ من المراء تكلم عنه رسول الله هو أنه عرض عليه الخمر واللبن، فأخذ رسول الله اللبن وترك الخمر، فقال جبريل هديت الفطرة. هذه مسألة نريد أن نفهمها في قول جبريل هديت الفطرة، لأن اللبن طهي الله، لا عمل لمخلوق فيه أبدا، كما نصنع أطعمتنا ونلونها ونأتي بهذا ونخلطه بهذا، شيء فطري طبيعي يناسب الفطرة الطبيعية بدون تعقيد وبدون عمل بشري فيه، هذا هو اللبن. ولكن الخمر شيء أخرجه الإنسان عن فطرته وطبيعته، لأن فطرة الخمر الأصيلة أو العنصر الأصيل عنب، والعنب ده رزق حسن وجميل، فطرأ عليه فعل من أفعال الإنسان فخمره وأتلفه وأفسده حتى غلا واشتد وقذف بزبده وأصبح مسكرا. حين أكله كرزق شيء جميل طعم حلو، لكن حين أخذه كخمر تعرضت أنا لإتلافه ولأستر به العقل، يبقى فيه عملين اتنين: العمل أنك تعرضت لأمر فطري فأفسدته أنت أيها الإنسان بعلاجك وتصرفك. الأمر الثاني أن أليته أمر لا يتعلق بما يطمس الفطرة، بل هو يتعلق بالميزة التي ميز الله بها الإنسان، وهي ميزة العقل فيستره. إذن كانت مسألة الخمر واللبن أول مرأة من المراء لتشير إلى أن الأمر الفطري أنسب للأمر الفطري، وأن كل فساد يطرأ إنما هو من علاج الإنسان، أما الأشياء إذا تركت على طبيعتها التي خلقها الله فهي تسند الفطرة. ولذلك حين تعرض القرآن ومن ثمرات النخيل والأعناب قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكر لأنهم كانوا ينبذوه ويعملوا منه ما يسكر، فلم يتعرض للسكر قال سكرا، لأن ده كان الواقع، وبعد ذلك قال ورزقا حسنا. إذن معناه أنه سكر ما هوش حسن، إنما كرزق يبقى حسن. إحنا أفسدنا رزقيته الحسنة بأننا جعلناه سكرا، وفي ذلك التمهيد حين وصفه كرزق بأنه حسن، وحين سكت عنه حين قال سكر، يدل على أن سكر لا تدخل في منطقة الحسن، مع أن الخمر لم تكن حرمت، ولكن ذا تمهيد، لأن رزق كرزق يبقى حسن، لكن لما يبقى سكر يبقى مسكوت عنه، ومدام مسكوت عنه يبقى تهيأ الذهن لأنه سكر مش حسن. إذن فالمرأة الأول كان مرأة، هذا من باب الواو تفيد المغايرة، سكرا ورزقا حسنا، ورزقا حسنا. أما المراء الأخرى فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمثل المجاهدين في أنهم يبذرون ويحصدون في وقت واحد، وبعد ذلك رأى المرابين في منظرهم، وبعد ذلك رأى المغتابين يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس، وبعد ذلك رأى المرابين أيضا يسبحون في برك من الدم ويلقمون الحجارة، وبعد ذلك رأى العجوز الشمطاء وعليها الزينة، وقال له جبريل لم يبق من عمر الدنيا إلا مثل ما بقي من عمر هذه العجوز، وبعد ذلك رأى قوما تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقارض من نار، فسأل فقال هؤلاء خطباء الفتنة، وبعد ذلك رأى الثور الضخم يخرج من الجحر ثم يحاول أن يدخل فيه، فقال ذلك الرجل يتكلم بالكلمة ثم يحاول أن يعيدها فلا يستطيع. كل هذه المرائي التي تتعلق بأمور لم يكن التكليف قد صدر منها تدل على أنها كانت وسيلة إيضاح، كأن الله
رآه هذه المرأة كوسيلة إيضاح تكون متضحة في الذهن قبل التكليف. كان أنا قبل أن أذهب بولدي إلى المدرسة أقول له يا ولدي إذا قصرت ستسقط، إذا لم تتلقى الدروس، إذا كذا إذا كذا، فكأنه يجب أن يستحضر الجزاء قبل أن يقبل على التكليف، حتى إذا ما جاءه التكليف كان استحضار الجزاء عليه واضحا في ذهنه، فيقبل عليه بشغف ويقبل عليه بعشق وشوق. جميل. وهنا نجد أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي قد أجاب عن أسئلة عديدة تتعلق بالإسراء والمعراج، ونسأل الله أن يجعل في هذه الندوة والندوات الأخرى النفع العظيم للمسلمين. في ختام هذه الندوة نكرر الشكر لفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي شعراوي، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته.